اكتمل حلم الفتى الجريح، وبات هذا المشروع البسيط مصدر رزق له ولعائلته. صار بوسع عاهد الآن رؤية الحياة وهي تتسع بعد أن ضاقت عليه، ووجب على هذا الباب أن يفتح قلبه ليتيم. اليوم يعني فرحتي في مشروعي الخاص، يعني ما كنت أنا متوقع، يعني كأنه حلم. سوف أبنى مشروعي وأبنى مستقبلي وأعول أسرتي إن شاء الله في مشروعي الخاص. يعني اليوم هذه أنا مؤيد عيد، يعني ما كنت أنا متوقع أنه هذا المحل.